وصحبه أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وخير الأمور عوازرها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول جميع الطلاب للصف النهائي حدثنا فضيلة الشيخ المفتي محمد راشد الأعظمي قال حدثنا الشيخ محمد حسين البهاري قال حدثنا الشيخ العلامة محمد إبراهيم البلياوي قال حدثنا الشيخ المفتي عزيز الرحمن العثماني قال حدثنا الشيخ ملا محمود الديوبندي قال حدثنا الشام عبد الغني المجددي قال حدثنا الشام محمد اسحاق الدهنوي قال حدثنا الشام عبد العزيز المحدث الدهنوي قال حدثنا الشام ولي الله بن عبد الرحيم المحدث الدهنوي قال حدثنا الشيخ ابو طاهر على ابيه الشيخ محمد ابراهيم الكردي قال حدثنا مسند الحجاز ابو الازهار حسن بن علي العجمي قال حدثنا عيسى بن محمد التعالبي المغربي قال حدثنا احمد بن محمد بن عمر شهاب الدين الخفاجي قال حدثنا بدر الدين حسن الكرقي قال حدثنا الحاجب ابو الفضل جلال الدين عبد الرحمن بن كمال أبو بكر بن محمد بن ساجد الدين السيوطي قال حدثنا محمد المقبل بن عبد الله الحلبي قال حدثنا صلاح الدين بن أبي عمرو المقدسي قال حدثنا أبو الحسن فقم الدين علي بن محمد بن أحمد البخاري قال حدثنا أبو الحفص عمرو بن محمد بن طرمزة البغدادي قال حدثنا إبراهيم محمد بن منصور الكربي وابو الفتح مفرد بن محمد بن محمد الدومي قال كلاهما عن الحافظ ابي بكر احمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي قال حدثنا ابو عمرو القاسم بن جعفر بن عبد الواحد الهاشمي قال حدثنا ابو علي محمد بن احمد الرقمي قال حدثنا ابو داود سليمان أشعث السجستاني وصاحب الكتاب رحمه الله تعالى اللهم انفعنا وارفعنا بعلومهم وعلومكم أجمعين آمين يا رب العالمين. أنه قال حدثنا مخلد بن خالد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن عمرو بن مسلم عن عكرمة أحسبه عن أبي هريرة رضي الله تعالى وعنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ضالة الإبل المكتومة غرامتها ومثلها معها. وبه قال حدثنا يزيد بن خالد بن موهب وأحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو عن كفيل عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي رضي الله تعالى وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن روضة الحاج قال أحمد قال ابن وهب يعني في لقطة الحاج يتركها حتى يجدها صاحبها قال ابن موهب عن عمرو حدثنا عمرو بن عون قال اخبرنا خالد عن ابن ابي حيان التيمي عن المنذر بن جرير قال كنت مع جرير رضي الله تعالى عنه بالفرازيج فجاء الراعي بالبقر وفيها بقره ليست منها فقال له جرير قال الله ما منع عنه ما هذه قال لا من هي فقال قال رضي الله تعالى عنه أخبرها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يعني خلق
بن عون.